حبابكم عشرة مرة ثانية. ملاذ قالت الأخبار الفنية، ياسر حبيب قال نرحب بضيفنا قبل الأخبار الفنية، لأن الضيف مرتبط بسفرية للمملكة العربية السعودية. احنا جايبينه من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، اهلا ومرحبا. جمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية واحدة من الجمعيات السودانية المهنية التي تعمل في تطوير المهنة وجمع السودانيين المهندسين طبعا السودانيين للتدريب والتأهيل وكذلك خدمة العضوية. معنا باشمهندس عبد العزيز عمر الطاهر، هو رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة الغربية المملكة العربية السعودية. مرحبا بك للمنطقة الغربية، لأنه أنت أصلا مستقرين هناك ولا نعم. أهلا، أول حاجة في البداية مرحبا بكم وأهلا بقناة درمان وشكرا لهذه الاستضافة. أهلين. المنطقة الغربية لأنه طبعا نحن متواجدين هناك وعملنا في المنطقة الغربية. جمعية المهندسين السودانيين أساسا هي لها عدة فروع داخل المملكة، يعني غير المنطقة الغربية، في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى الرياض، المنطقة الجنوبية، المنطقة حائل، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشمالية. ممتاز. هي لها عدة فروع داخل المملكة العربية السعودية. باشمهندس، يعني هسه بقية المناطق برضو عندها أنشطة في الجمعية الهندسية، هل عدد المهندسين السودانيين بالمملكة كبير إلى هذا الحد؟ بقية المناطق الحمد لله عندها برضو أنشطة، وهي تعمل بنفس كفاءة المنطقة الغربية، والجميع يتضافر يعني من أجل دليل على أنه العدد كبير، يعني صورة جيدة ومشرقة عن المهندس السوداني. عدد المهندسين السودانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية مقارنة بالجنسيات الأخرى نعتبر نحن الأقل. الأقل؟ نعم. يعني مقارنة بالجنسيات الأخرى حسب يعني تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين، لأن احنا عددنا يعتبر أقل من الجنسيات الأخرى. يعني في جنسيات أخرى يمكن تكون عدد المهندسين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية يكون أكثر. طيب باشمهندس ملاذ، رأيك شنو نخلي الناس يشوفوا معنا جزء من أنشطة الجمعية عبر فيديو؟ طيب عشان احنا ذات عايزين نعرف الجمعية بتعمل شنو. جدا نتابع مع بعض. نتابع مع بعض إن شاء الله.
2200 متدرب. 2200 متدرب ما شاء الله يا استاذ عبد العزيز او يا باشمهندس. اول حد الجمعيه الفكره جات منين؟ الجمعيه الحقيقه الفكره جاءت بمبادره من مجموعه من الشباب حقيقه هم يعني التقوا في المنطقه الغربيه وفي منطقه الرياض. مجموعه من الشباب المبادرين، طبعا الشباب يعني هم بيتلاقوا كثير على الفيسبوك ووسائل التواصل يعني. فلقت الفكره رواج سريع جدا جدا وسط المهندسين، وبدوا في يعني في عمل جلسات وتكوين النظام الاساسي للجمعيه. بعد كده طبعا هم يعني ابتدوا يتصلوا بناس او شخصيات يمكن تكون اكثر خبره منهم باعتبار انه هم عاوزين يوصلوا لجمعيه تضم كل طياب المهندسين الموجودين داخل المملكه العربيه السعوديه. طيب نحن تابعنا صور لانشطه كثيره جدا للجمعيه، فما عرفنا الجمعيه دي انشطتها قايمه على الندوات المؤتمرات ولا ورش عمل ولا انشطه مختلفه؟ برضه لاحظت انه في شغل ثقافي وفي شغل رياضي، يعني طبيعه الانشطه شنو داخل الجمعيه؟ الجمعيه هي متعدده الانشطه طبعا، يعني كل الحاجات دي بتمشي بالتوازي يعني. النشاط الاساسي طبعا هو خاص برفع قدرات المهندس السوداني، من خلاله بيكون في أنشطة اجتماعية وأنشطة ثقافية وأنشطة رياضية، الغرض منها إنه يعني تلم شمل المهندسين وتجمعهم مع بعض، وحتى إنه هم يتناقشوا في قضاياهم وتخلق بيناتهم جو من التآلف والترابط الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية في خلال فترة وجودهم هناك. يعني شكل الدورات المتخصصة اللي انت بتبدأ لهم، يعني لاحظنا الآن في دورات، والحاجة جميلة انه في نساء وفي رجال مهندسات يعني يبدو. نعم. مهندسين. نعم. وفي غير السودانيين برضو. في غير السودانيين أي. هل هي طبعا ده سؤال مهم، هي المقصورة فقط على السودانيين الدورات دي، ونوع الدورات نفسها؟ نبدأ من الآخر، الدورات غير مقصورة على السودانيين، والدليل زي ما انت شفت في الفيديو يمكن جزء كبير جدا من الناس اللي شاركوا معنا في الدورات حضورا هم يعني من جنسيات مختلفة يعني موجودة في هذه الدورات وشاركوا فيها وتلقوا تدريب عبر مدربين سودانيين. وكنا يعني بذلك نحن شاركنا في انه يعني رفعنا اسهم المدرب السوداني داخل المملكة العربية السعودية. الحضور كان بيكون من جنسيات مختلفة، و يمكن يكون في دورات يمكن كانوا الحضور فيها 50-50 يعني يمكن 50% سودانيين و50% غير سودانيين. وده طبعا في يعني في ذات نفسه هو بيشكل واحدة من أهداف الجمعية، يعني إنه الجمعية تحاول يعني يعني تلقي بظلالة بحيث إنه تخلق سمعة طيبة للمهندس السوداني، وفي نفس الوقت تخلق جو تفاعلي بحيث انه المهندس السوداني يعرف كيف يتفاعل مع الاخرين. طيب وكيف يفيد الاخرين ويستفيد منهم. هل ده بيعني انه ما في جمعيات ثانيه نفسها لكن لجاليات اخرى؟ لا موجوده جمعيات اخرى لجاليات اخرى، في لجنه ارتباط المهندسين الاردنيين، وفي جمعيه في نقابه المهندسين المصريين لها فرع في المملكه العربيه السعوديه. جميل، في اتصالات بيننا حتى هم يعني ديل نحن في اتصال بيننا، وسبق انه كلنا مع بعض يعني وباتفاق مع الهيئه السعوديه للمهندسين نفذنا برنامج مشترك استمر يمكن لمده اكثر من يمكن 8 اشهر. كان في بيكون في يوم مفتوح او كل يوم اثنين بيكون في محاضره بتقدم بالتبادل من خلال اما جمعيه المهندسين مختلفة. الاردنيين او المصريين او السودانيين. طيب. جميل. والبرنامج ده استمر يمكن قدمنا فيه اكثر من حوالي 40 محاضره، كانت محاضرات علميه قيمه جدا استفاد منها. اي ده سؤالي، الدورات التدريبيه شنو متخصصه للمهندسين فقط ولا فيها بعد اخر يعني؟ الدورات هي عندها شقين، في دورات متخصصة وفي دورات عامة. يعني دورات عامة ممكن يستفيد منها غير المهندس. أيوة نعم، ممكن يستفيد منها غير طيب المهندس. طيب أنا وأنا يعني بفتش على الجمعية وبجمع عنها معلومات اكتشفت أنه الفكرة بدأت إجراءاتها وترتيباتها منذ العام 2012. نعم. ولم ترى النور هذه الجمعية إلا في نهاية 2014 أو بداية 2015، يعني أخذت وقت طويل. نعم. مع الأخذ في الاعتبار أنه هجرة الكادر السوداني تحديدا الهندسي. نعم. بدأت من تاريخ مبكر جدا. نعم. يعني
من بدري جدا في مهندسين سودانيين أكفاء في المملكة العربية السعودية في امتدادات المختلفة. يعني لماذا تأخر التدشين وتدشين الأنشطة تحديدا في الجمعية؟ وهل استطاعت الجمعية في هذه الفترة القصيرة أن تصل لكل الكادر الهندسي السوداني الموجود في السعودية، ولا لسه بتعلنوا عن نفسكم ولسه محتاجين تضموا عدد أكبر من المهندسين؟ خلينا نبدأ من آخر نقطة. نعم. نحن بالتأكيد لم نستطع أن نصل لكل المهندسين الموجودين، لكن نسعى عبر يعني وسائل التواصل، عبر الإعلام، إننا نصل لكل المهندسين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية. فكرة الجمعية بالتأكيد يمكن تكون موجودة في أسهان كثير من الناس الموجودين هناك. الأجيال الأولى اللي جات المملكة العربية السعودية من المهندسين بالتأكيد هم يعني خلقوا سمعة طيبة جدا وأسسوا لي يعني عمل جيد داخل المملكة العربية السعودية. لكن يمكن نتيجة لأنه يمكن في الوقت ذاك وسائل التواصل الاجتماعي ما كانت فاعلة أو ما كانت موجودة، فكان يصعب الاتصال بيناتهم. الآن وسائل التواصل سهلت كثير جدا جدا عبر الإنترنت وعبر الفيسبوك وعبر الواتساب، فسهلت القضية وصار الناس يعني بسرعة جدا جدا قدروا يوصلوا لتكوين الجسم بتاع المهندسين داخل المملكة العربية السعودية. وضع المهندسين يعني هو سؤال مهم جدا عن وضع المهندس السوداني الآن في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الهجرات الأخيرة. بحمد الله تعالى يعني وضع المهندس السوداني داخل المملكة العربية السعودية يعتبر وضع مميز. يحظى المهندس السوداني داخل المملكة العربية السعودية يعني باحترام كل المؤسسات الهندسية السعودية، ويحظى حتى باحترام يعني حكومة المملكة العربية السعودية، وكذلك يستفيد المهندس السوداني من العلاقات الطيبة الأزلية الموجودة بين الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية والسودان. هل في حصر لعددهم؟ محاولات، يعني في محاولات جادة لحصر العدد من خلال الداتابيز اللي نحن بدينا وشرعنا فيها في الجمعية. إن شاء الله يمكن الموضوع هذا يرى النور من خلال يعني سنة. طيب، أو يعني خارج عن الإرادة، وما زال في رحابنا وفي رحابه الباشمهندس عبد العزيز عمر الطاهر رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك مرة ثانية. ووقفنا في سؤال يتعلق بالتقنيين والفنيين، وبما أنه نحن وقفنا ثاني أدخل لك معنا العمال اللي بيعملوا في المجالات الهندسية إذا كان عندهم نصيب من هذا الاحتفاء. حقيقة التقنيين والفنيين هم جزء من منظومة المهندسين السودانيين، لأن هم جزء لا يتجزأ من قانون المجلس الهندسي السوداني، وهم بطبيعة قانون المجلس الهندسي السوداني يعتبروا يعني جزء من المهندسين حسب التصنيفات الموجودة يعني. لذلك هم يعتبروا أعضاء موجودين وفاعلين داخل جمعية المهندسين السودانيين، ويمارسوا أنشطتهم من خلالها، بل يعني يكون هم يمكن من فيهم أكثر ناس فاعلية. يعني أكثر فاعلية يعني. أيوة. في كثير من الأنشطة يعني. العمال يمكن ده جزء يعتبر بالنسبة لنا مفقود، قد يكون لم نتعامل مع هذا الملف، ودي فرصة طيبة جدا جدا إنك أنت يعني يمكن ذكرتنا نقطة مهمة جدا جدا. إن شاء الله حنسعى من خلالها في العام 2018 إنه نحاول نشوف العمال اللي هم يعني متعلقين بأنشطة مثلا الهندسة، كيف نحن شبه حرفيين يعني. نعم. أيوة. كيف نحن ممكن نرفع قدراتهم أو نقدم لهم برامج تفيدهم، بحيث إنه هم برضو يكونوا يعني أكثر قدرة على التنافس داخل سوق العمل السعودي. المال برضو مهل في مسألتكم دي. كيف بيتم التمويل؟ توجد اشتراكات في مؤسسات بتدعمكم؟ كيف؟ طبعا بالتأكيد الجزء الأكبر من يعني أنشطة الجمعية بيعتمد أساسا على أعضاء جمعية المهندسين السودانيين. هم بيمولوا الأنشطة من خلال الاشتراكات، ومن خلال حتى تبرعات من يعني الأعضاء. يعني هم نشاط طوعي والناس متحمسين جدا له، فلذلك هم يمكن جزء كبير جدا يعني حتى بعد ما يدفع الرسوم بيتبرع لأنشطة الجمعية. إضافة لكده طبعا الأنشطة نفسها الخاصة مثلا بالدورات التدريبية اللي بيكون متعلق بها رسوم، أو هي ممكن يعني تكون في تكلفة، بنحاول نحن نعمل التكلفة بحيث إنها تكون فقط تغطي المنصرفات
الخاصة بالدورة يعني، لأنه نحن نعتبر جهة غير ربحية يعني. طيب في اتجاه لأنه الجمعية تخلق استثمارات خاصة بها من خلال الأعضاء، وتظل هذه الاستثمارات يعني مصدر لتمويل الأنشطة المختلفة تستفيد منها الجمعية في خدمتها اللي بتقدمها للمهندسين ولغيرهم. نعم، يمكن في الآونة الأخيرة الجمعية عقدت منتدى أو يعني استثماري، أو ورشة استثمارية حاولت من خلالها تستقرأ يعني آراء المهندسين السودانيين حول ماهية المشاريع اللي يمكن تنفيذها واللي من خلالها ممكن يستفيد منها المهندس السوداني، أو ممكن تقدم حلول لكثير من مشاكل المهندس السوداني. جميل. الورشة دي يعني يمكن في الحقيقة نحن حتى فوجئنا بصراحة بالنتائج بتاعتها، وفوجئنا بالكم الهائل من المشاريع اللي طرحوها المهندسين من خلال هذه الورشة. وده يعتبر نجاح باهر. ده يعتبر نجاح جدا للورشة، وإن شاء الله الورشة دي نتائجها حتكون هي برنامج عمل للجمعية في 2018 إن شاء الله. جميل. مشاريع الاستثمارية حترى النور، اللي من خلالها ممكن تدعم أنشطة الجمعية وكذلك تدعم المهندس السوداني، وتكون يمكن حلت له جزء كبير من مشاكل خاصة بالسكن والأشياء الأخرى إن شاء الله. طبعا يا باشمهندس اديتيني إحساس كده أنتم ما راجعين يعني ما راجعين بلد دي كله يعني يعني أنتم تحسي بتحلحلهم في المشاكل ما حيرجعوا، بعدين خليهم يرجعوا يعني. يا باشمهندس شكرا لك أستاذ عبد العزيز ومهندس عبد العزيز عمر الطاهر، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة الغربية. لكن إحنا عايزينك إذا الأيامات دي عندكم دورة جديدة، ولا عايزين الناس في المملكة بما إنك تراجع عن طريق قناة أم درمان تقول لهم إنه ممكن يصلوك كيف يعني، أو حتى على الأقل إذا في نشاطات في نهاية 2017. نحن طبعا يمكن التواصل معنا من خلال صفحتنا في الفيسبوك أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية اللي انت شفتوا انه تم تدشينه يعني خلال الفترة الأخيرة، اللي هو www.sse او هي www.sse.org. نعم www.sse.org هي صفحة الجمعية في الفيسبوك، وهي الصفحة يعني الموقع الإلكتروني لجمعية المهندسين. شكرا جزيلا لك والله المهندس عبد العزيز عمر الطاهر، وعبرك تحية خاصة جدا لكل المهندسين السودانيين في الخارج وتحديدا في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص بالمنطقة الغربية. وتحية برضو يا ملاذ مننا في شاشة الحرية والجمال لكل السودانيين خارج حضن الوطن الحبيب، نتمناهم يكونوا موفقين، ونتمناهم يرجعوا لنا تاني سالمين وغانمين إن شاء الله بإذن الله. شكرا، الله يبارك فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، وعبركم أحيي كل أعضاء جمعية المهندسين السودانيين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، وأحيي مجهودهم ومجهوداتهم، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونقول لهم إلى الأمام. وطالما في دعم من يعني الإعلام السوداني لأنشطة جمعية المهندسين السودانيين إن شاء الله نحن حنكون على قدر التحدي. إحنا طبعاً لازم تجونا، ما حنرسل لكم ناسنا مهندسيننا ما بدنا نرسلهم، لكن أنتوا تجونا نحن ما في مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدك، شكرا لكم، وتحية برضو لكل متابعي أم درمان هذا المساء الذي يستمر معكم، وبعد الفاصل الأخبار الفنية.